احتدام المعارك على مشارف زنجبار وسط تقدم للجيش الوطني الأنباء الواردة من محافظة أبيان تفيد بتمكن قوات الجيش الوطني من تجاوز التحصينات التي أقامتها قوات الانتقال على مشارف المدينة بدعم من القوات الإماراتية طيلة الأشهر الماضية قيادة محوري أبيان وعتق أوضحت في أول بيان لها أن قوات الجيش تمكنت من اختراق هذه التحصينات بمنطقة الشيخ سالم واستطاعت التقدم صوب مدينة زنجبار عاصمه المحافظه عبر هجوم من محورين الاول عن طريق الشيخ سالم والثاني من طريق الطريه الصحراء المجاوره لها البيان وصف القتال بانه كان عنيفا لافتا الى ان ميليشيا الانتقال زرعت مسافه تقدر بنحو كيلومتر مربع وعلى امتداد 10 كيلومترات بالالغام المضاده للافراد والدروع بالاضافه الى استخدامها للاسلحه المضاده الحراريه والتي استخدمتها الامارات خصيصا لهذه المعركه لكن ذلك وفقا لبيان الجيش لم يمنع القوات من اقتحام تحصينات واغتنام عدد كبير من الآليات والمدرعات والدبابات التي تركتها ميليشيات الإمارات وولت هاربة وفقا للبيان البيان أوضح أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على معسكر تابع للميليشيات بمنطقة الطرية ما دفع بقيادة الجيش إلى عرض منح العفو العام لمن سيلقي سلاحه وقبل دخول قوات الجيش إلى زنجبار مذكرا بعشرات الأسرى الذين وقعوا في أيدي الجيش خلال هذه المواجهات طاقه قرى الانتقال على مشارف الزنجبار دفع به الى التحشيد في مدينه عدن عبر نشر عشرات المدرعات المقدمه من الامارات ونشر ميليشياته في المدينه بذريعه مواجهه اي سلوك محتمل مما اسمها الخلايا النائمه كما دعا إلى النفير العام في محافظة حضرموت إثر استعراض لما سماها المجلس الانتقالي بالقوات الجنوبية في ساحل حضرموت إلى ذلك تواصل الحكومة تبني مبدأ التصعيد الحذر تجاه الانتقال والدولة الداعمة له مع تكرار تأكيد التزام الحكومة بأداء مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في حماية أمن واستقرار اليمن وسلامة ووحدة أراضيه والتصدي للمشاريع الانقلابية والفوضوية التي تحاول تمزيق البلد وإعادته عقودا للوراء على نحو ما جاء على لسان وزير الاعلام معمر الارياني